جوائز هذا البرنامج مقدمة من طرف خدمة زاجل. زاجل الكتاب، نقرب الأقصى. إن الذين يتركون وطنهم وأصدقائهم وذويهم ويرحلون يتركون أثراً بالغاً في نفوس الأسوياء من البشر. سلام الله عليكم جميعاً، مرحباً بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم كتاب في أسبوع، وقدمه لكم أنا خولة عمامرة على قناة الأنسة الفضائية، حيث لا حديث لنا هنا إلا عن الكتب. تتمة لشهر كتب الدكتور نجيب الكيلاني، وبعد أن تناولنا بالدراسة في الأسبوعين المنصرمين كتابه عمر يظهر في القدس، ومن بعده روايته قاتل حمزة، اخترنا لكم في أسبوعنا هذا روايته الفخمة نور الله. تعد هذه الرواية من أشهر روايات نجيب الكيلاني، وقد نشرت لأول مرة سنة 1968. تقع الرواية في نحو 400 صفحة. تناول فيها الكيلاني قصة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة الإسلامية في أول عهدها، كل هذا بأسلوب مميز غاية في الدقة والسلاسة، تنساب الأحداث بين يديه كما يفعل المزن المنهمر، وكأني به يحملنا على بساط الريح ليحط بنا هناك في تلك الحقبة بالذات وفي ذلك المكان بالضبط. يزاوج الكيلاني بين الحقيقة والخيال، فيحافظ على مصداقية الحقيقة ويبقى وفيا لجمالية الخيال. ذلكم هو الدكتور نجيب الكيلاني، وتلكم هي روايته نور الله، وهذا برنامجكم كتاب في أسبوع. تتناول رواية نور الله السنوات الأولى لظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية وبداية بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تشير إلى ما عاناه الصحابة آنذاك من ظلم وقسوة من كفار ومشركي قريش، وكذا تتحدث عن الصبر والثبات الذي تحلى به هؤلاء الصحابة في سبيل الله وفي سبيل الدعوة الإسلامية، خاصة في بدايتها في مكة المكرمة. ثم تسير بنا إلى أن تصل إلى هجرة المسلمين إلى المدينة المنورة من أجل الإعداد لقيام الدولة الإسلامية، وكيف كانت وجهة نظر المسلمين تجاه الهجرة، وكيف أن الله تعالى قد حرر عقول المسلمين وألف بين قلوبهم وجعل في قلوبهم إيمانا راسخا، وكان ذلك الجيل الذي استطاع أن يكسر أكبر الإمبراطورية في العالم آنذاك، وهو أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم. كما يتحدث الكيلاني عن قدرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخليص المسلمين من الآفات النفسية والكوارث الاجتماعية التي كان يعاني منها المجتمع الجاهلي آنذاك، كالعصبية والطائفية والقبلية والعنف والجهل والمعتقدات الخاطئة العفنة، إضافة إلى الشرك بالله تعالى. كما ركز الكيلاني على شخصيات إسلامية عديدة في ذلك الوقت من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد حاول النبش في شخصيته العظيمة وكيف أنه صمد على الحق وثبت عليه، ويشير قبل ذلك إلى موقفه من الإسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف دخل في الإسلام وكان قد أثر الإسلام على قلبه منذ بداية الدعوة الإسلامية. ركزت الرواية في جملة ما ركزت أيضا على أحوال المنافقين في المدينة المنورة، وهم الذين استأثر حب الدنيا على قلوبهم ولم يسمحوا للنور أن يتغلغل إلى قلوبهم وعقولهم. كما يتحدث الكاتب عن اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق وكيف تعامل عليه الصلاة والسلام معهم. مما ورد في الكتاب: إن الذين يتركون وطنهم وأصدقائهم وذويهم ويرحلون يتركون أثراً بالغاً في نفوس الأسوياء من الناس. فرعون بكل ما أوتي من قوة وبطش وملك وجنود وسحرة لم يستطع أن يقف في وجه الطوفان.
إن حماقتنا هي المسؤولة دائما عن كل كرب يصيبنا، وهيهات أن نتعظ. العمر حيز زمني محدود له نهاية، لا يوجد فرق كبير بين أن تكون النهاية اليوم أو غدا. وكمقولة خالدة نختم بها حلقة هذا الأسبوع، قال الكيلاني في نور الله: ما أكثر الأقنعة التي تحجب حقائق الناس وتخفي عن العيون دقائق مطامعهم وأهدافهم. أما عن الفائز في حلقة الأسبوع الماضي فهو من هو الصحابي الذي تحدث عنه الأديب نجيب الكيلاني في روايته نور الله بإسهاب؟ في ختام هذه الحلقة، لا تنسوا أحبتي إرسال الإجابة الصحيحة عن سؤال هذه الحلقة، وكذا اقتراحاتكم لعنوان كتاب الأسبوع المقبل. دائما للكتاب نجيب الكيلاني، كل هذا عن طريق إرسال رسالة إلى رقم الواتساب الظاهر على الشاشة، حصرا إرسال رسالة إلى رقم الواتساب. ختاما تذكروا دائما وأبدا أحبتي أن القراءة حب. إلى اللقاء. جوائز هذا البرنامج مقدمة من طرف خدمة زاجل. زاجل الكتاب، نقرب الأقصى.